كلمنا شباب في المحاضرة السابقة على الاوتونوميك نيرفس سيستم. قلت الأول عندي كلاسيفيكيشن للنيرفس سيستم في عندي عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة يعني حاجة على السريع كده لمدة دقيقتين ثلاثة. عندي في عندي المرة المليون اللي هيجي بعد التاسعة وأربعون دقيقة بثانية مش داخل عشان بس ما نعرفش نفتح الباب ونقفل الباب هو الموضوع كله ساعة يعني. بس أكتر حاجة احنا بنشرح كلام انتوا عارفينه انتوا عارفين كل حاجة أصلا لدرجة إن كتر العلم عندكم بيقلب معانا بالمعرفة يعني كتر العلم تلاقي نفسك مش عارف أي حاجة. فالمهم قلت عندي السنترال نيرفس سيستم عبارة عن البرين والسباينال كورد والاوتونوميك نيرفس سيستم وفي عندي السوماتيك نيرفس سيستم. السوماتيك نيرفس سيستم إن عندي الإشارة العصبية هتيجي من البرين تروح للسكليتال ماسل وفي عندي وده فولنتري وفي عندي الانفولنتري أو بقول عليه اللي هو البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم سواء كان سيمباثيك أو بارا سيمباثيك. من بارا سيمباثيك ينقسم يعني إلى عائلة اللي هو لا ان شاء الله المحاضرة اللي جايه ان شاء الله انا لا عاد محاضرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماشي يا شباب. فعندي سيمباثيك وبارا سيمباثيك. السيمباثيك ده اللي هو السيتو بتاعته هي الادرينرجيك سواء كانت الالفا او البيتا لو عملت كده لا يعني ان شاء الله الجروب الجاي الجروب الجاي جدا انتوا بتحضروا في الدور الثاني زي ما بتحضروا المحاضرات ما كانش بقى ده حلكم. ان شاء الله في الدور الثاني كله حضور 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 التزام ان شاء الله. نعمل مفتاح بعد كده. تعالى يا بابا تعالى هنحضر قضيها كده المحاضره المجموعه الجايه بعد 10 دقايق من وقت المحاضره مالكم دخول. احنا كده كلها ماكو تقول وماكو وقت. يبقى عندي سيمباثيك وبارا سيمباثيك. السيمباثيك ادرينرجيك الفا وبيتا والالفا فيها منها الفا 1 وبيتا والفا 2 والالفا فيه منها الفا اي وبي وسي ودي زي ما انتوا عارفين في الفارماكولوجي 1 اللي سقطتوا فيه كلكم ماشي يا شباب. وفي عندي بعد كده البارا سيمباثيك. البارا سيمباثيك النيورو ترانسميتر الاسايكولين. في عندي كولينرجيك ريسبتور سواء كانت نيكوتينيك او ماسكارينيك وسميت كولينرجيك بناء على النيورو ترانسميتر او النيورو سبستريت اللي هو مين الاسيتايل كولين والادرينرجيك نتيجه للنيورو ترانسميتر الادرينالين او الادرينالين تمام. واتكلمنا بعد كده على البايوسينسس بتاع يم الاسيتايل كولين. قلت ان هو بيكون بيتخزن في بري سينابتك نيرف اندنج موجود جوه فيزيكال اتكون من الرياكشن ما بين بايوكيميكال رياكشن او البايوسينس ما بين الاسيتايل كو اي والكولين. ومين يا شباب؟ الكولين. الراجل ده بعد ما يجي له اشاره عصبيه وبيحصل استيميوليشن والريسبتور بتتغير بيطلع بره. بيطلع بره يروح يبقى يرتبط على الريسبتور اللي موجوده بص سينابتك اللي هي متصله بالاورجن. الراجل ده الريسبتور دي موجود عليها كولين ستريز انزايم. هذا الكولين ستريز انزيم اللي ربنا خلقه ده وظيفته ان هو يكسر مين؟ الاسيتايل كولين. بيكسره الى كولين واسيتيك اسيد. هذا الكولين اللي خرج ان اكتف ان اكتف بيولوجيكالي ان اكتف بيحصل له ايه؟ بيحصل له ريسايكلينج عادي التدوير. عادي التدوير هيروح فين؟ يرجع تاني للبري سينابتيك نيرف اندنج. يا دكتور ده هو الراجل عليه شحنه موجبه كواترنري نيتروجين هذا الكولين. لو الناس كانت حضرت معايا المحاضره اللي فاتت او بصت في المحاضره قبل ما تيجي اللي فاتت لو ما كانتش حاضره عليه شحنه موجبه يعني مش هينفع يخش الخليه يبقى حصل له عمليه ايه؟ ري ابديك عن طريق مين؟ عن طريق بروتين ترانسبورتر. الترانسبورتر دخله جوه اسكولين يحصل له بايوسيس تاني يحصل له ريسايكل ما يترماش في الزباله رجع دخل الخليه العصبيه تاني يرتبط مع الاسيتايل كو اي
اللي وظيفته يعمل لي عمليه اسيتايليشن عن طريق انزيم اسمه الكولين او الاسيتايل ترانسفيرينز انزيم. طيب حد يعرف برضو ده بان لو الوقت ده لما حصل ريسايكلنج ورجع تاني، حد يعرف ده هو في الاساس اصلا الاسيتايل كولين بيتكون ما بين مين ومين؟ الكولين والاسيتايل قبل ما يخرج في المنشأ نفسه، في المنشأ نفسه خلينا هو بقى ما خرجش وحصل له ري ابتيك. انا بقول له حصل كولين وري ابتيك فعل مع الاسيتايل كولين. ايه والتاني الايه؟ الاسيتايل كولين ليش لا ده سينسز ده كيميكال سينسز ده الكولين والاسيتايل كولين. هذا اللي انا قايله يا ابني سؤالي مغاير، سؤالي مغاير يا حبيبي، الاجابه مغايره. ما قلت لك ده لما الكولين يحصل له ري ابتيك ويرجع تاني. الكولين ده ذات نفسه جاء من اين؟ دفتر بتقولوا هذا دفتر ايه؟ ما هو ماشي. لا هو البايو سينس بتاعته، البايو كيميكال سينس بتاعته. انا قلت لما حصل طلع واتكسر واداني الكولين، الكولين رجع تاني وحصل له ري ابتيك ودخل واتفاعل مع الاسيتايل كولين وحصل له اسيتايليشن واداني اسيتايل كولين. في الاساس خالص هذا الكولين من اين مصدره؟ البرين يعني. البرين الدماغ من الدماغ. طب انت اللي راجل برين، انت اللي راجل دماغ. ها؟ يا جدع ما خدتوش بايو كيمستري يا جدع. هذا الرجل بيكون من امينو اسيد خالص في البدايه اسمه ايه؟ السيرين، من السيرين اخو نسرين. هذا السيرين عن طريق دي كربوكسيليز انزيم بيحوله الى حاجه اسمها تو امينو ايثانول وتو امينو ايثانيل، يحصل عمليه اسيتايليشن. والكلام ده ان شاء الله التفصيل بتاع ديت هنقولها المحاضره الجايه عشان ايه ما نخرجش عن الموضوع بتاعنا. ده انت حتى تسال نفسك سؤال، ده لما حصل ري ابتيك ورجع لك، ده هو في الاساس ذات نفسه جاء من ايه؟ جاء من مين؟ اغلبيه حاجات هتلاقي كل النيورو ترانسميتر الادرينالين والنور ادرينالين والاسيتايل كولين كله جاي منين؟ من امينو اسيد. مش خدته برضه في البايو كيمستري البروتينز والامينو اسيد؟ ولا الحاجات ديت ما انتوش متخصصين فيها؟ مش تخصصه صح؟ عاش. واتكلمنا بعد كده على الاسيتايل كولين، الناس اللي مش عارفه شكله. الاسيتايل كولين ده احنا السنه اللي فاتت لما كنا بناخد في الدراج زي ما كانش ورانا اصلا الا الاسيتايل كولين والادرينالين والنور ادرينالين نتيجه لاحتياجنا لهم هذا العام. هذا هو الاسيتايل كولين. او سي اتش 2 عندي هنا 2 سي اتش 2 فقط. وعندي هنا يا شباب ايه؟ وعندي هنا ايه؟ شوف لهم كده. عندي هنا كم كربون؟ 2. الراجل ده كنت المحاضره اللي فاتت وقبل كده من العام السابق، الراجل ده هو الانسلكتيفيتي بتاعته. مشكله احنا بندرس الحاجات كلها دي عشان اعرف الراجل ده خصائصه، الخصائص بتاعته ايه الكيميائيه والميتابوليك والميتابوليزم بتاعه وازاي يحصل له التاتشمنت او الدراج ريسبتور انتر اكشن. وبعرف ايه الكومباوند، وده زي ما قلت المحاضره اللي فاتت الاسيتايل كولين يعتبر ليد كومباوند ليه لكل الكولينرجيك دراج سواء كانت اجونست او انتاجونست. انت بتظبط على ده بتطلع منه اجونست او انتاجونست نتيجه بتعمل ليد اوبتمايزيشن، بتعمل موديفيكيشن فيه. هذا الموديفيكيشن انت بتعمل حاجات كلها، بتدرس السار الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب على مود ايه؟ على مود انك انت في الاخر تعمل ديزاين لدراج سواء كان اجونست او انتاجونست، ماسكارينك او نيكوتينك، على مود ان هو يبقى ايه؟ تتلاشى العيوب اللي موجوده في الاسيتايل كولين. تتلاشى العيوب اللي موجوده فين؟ في الاسيتايل كولين. فالراجل ده عندي الراجل دوت في حاجه بقول عليها اسمها فري روتيشن، عندي سنجل بوم. مش ديت عباره عن سيجما بوم؟ ديت عباره عن سيجما بوم؟ ديت عباره عن سيجما بوم. السيجما بوم ديت لما خدنا السنه اللي فاتت فري الليب اوبتمايزيشن كنت بقول لك من اسباب الانسلكتيفيتي حاجه زي الاسيتايل كولين او الدراجز عموما اللي هي الانسلكتيف ان هي بيحصل فيها ان فيها فري روتيشن، يعني بياخد اكتر من شكل اسمها اكتر من ايه؟ كون فورمر. ها؟
حاجه خدناها في الاستيريو كيمستري اسمها كونفورمر، وخدناها اكيد برضه في البايو كيمستري. له اكثر من كونفورمر، هما نفس الاستراكشر. زي ما انت شايف ده جاي تحت، دي جايه تحت ليه؟ ممكن ده هتلاقيه جاي فوق كده، دي او عند هنا سي اتش 2 وعند هنا ان ومتصله بثلاثه وعلى شحنه مجرده. ده هو اللي كان القليل اللي مرسوم ده، نتيجه ان انا عندي ايه؟ حاجه في الليف، حاجه فليكسبل، شفت الحاجه الفليكسبل المرنه؟ تجيبها يمين، تجيبها شمال، تضغط عليها، تطلعها فوق، تنزلها تحت، هو نفس الكلام الاسلايف دي. الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده كله سببه ايه؟ هو اللي خليه انسلكتيف، ما عندوش سلكتيفيتي. ده بنحل الموضوع ده ازاي؟ لما اتكلمنا في الليد اوبتمايزيشن، قلت لك بعمل عمليه ايه؟ ريجنيفيكيشن. لما شرحناه المحاضره فاتت بالتفصيل. الريجنيفيكيشن بعملها ازاي؟ يا اما اعمل دبل بوم، يا اما اعمل ايه؟ سايكل. اعمل عمليه سايكلايزيشن. يبقى لما اقول لك ده اسمه ماسكارين، احنا بنتكلم على انواع الريسبتور ونيكوتينيك، مش قلنا نيكوتينيك وماسكارينيك؟ واحنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان انا عندي النيكوتينيك ريسبتور والماسكارينيك ريسبتور اللي هم الكولينرجيك. كل الجسم يا اخ مصطفى عباره عن ماسكارينيك، ما عدا كل الريسبتور فيه ماسكارينيك، ما عدا مين؟ ما عدا النيكوتينيك ريسبتور موجوده في السكليتال ماسل، وموجوده عندي في الاوتونوم الجنجليه كلها، سواء كانت سمباثيك او بارا سمباثيك، وموجود عندي في الادرينال مضله. بس ما عدا ذلك فكله ماسكارينيك ريسبتور. ماسكارينيك ايه؟ ريسبتور. تمام. ليه بقى الماسكارين والنيكوتين اللي زي ما انتم عارفين كده وخدتوا في العقاقير اللي دولت عباره المنشا بتاعه ناتشرال برودكت از ايه؟ از الكالويد. مش خدنا الدراج ديسكفري والليد ديسكفري؟ احنا عملنا الناس زاد لما خدناها لقينا عند النيكوتين والماسكارين دول بيشتغلوا از ايه؟ زي الاسبايكولين. ده بقول عليه ماسكارين لان ده اشتغل على ماسكارينيك ريسبتور وده اشتغل على النيكوتين. ده بالراجل ده تتوقع السلكتيفيتي بتاعته عاليه بالنسبه للاسبايكولين ولا الاسبايكولين الاعلى؟ زي ما قلت لك قبل كده، احنا كل اللي بنتكلم فيه ده كله على مود نصمم درج يكون هايلي سلكتيف ومور سيلر، يكون الانتقائيه بتاعته عاليه وبالتالي السايد افكتس بتاعته تكون كده. نيكوتينيك ريسبتور راح يصير ويا النيكوتين، يعني مور بوتنت. ماشي تمام، حتى من الاسم نيكوتين نيكوتين ماسكارين. طيب بس يشتغل ده الناس ديت، الناس دي بتقارن بالاسلايد كولين، مين اللي مور سيلكتف على الريسبتور؟ ماسكارينك. لا سواء ماسكارينك هو يشتغل على بس مور النيكوتين، هيشتغل على النيكوتين. الناس اللي ورا ليه هو سيلكتف عن الاسيتايل كولين؟ مش انا قلت عندي بعمل ريجنيفيكيشن اخلي المركب بتاعي جامد؟ انا قلت لما كله سنجل بوب المركب بتاعي ايه؟ مرن فليكسبل روتاتابل، قاعد يلف حوالين نفسه مره تحت ومره فوق مره يمين مره شمال. ما تظبط لك على حل يا بيه، هو وضعه كده ليه؟ لانه عنده ايه؟ عنده سيجما بوند. بس هذه السيجما بوند تتميز بالفري روتيشن. تلاقي الشكل اللي عندك لو جيت قريت المحاضرات بتاعت السنه اللي فاتت له اكتر من كونفورمر، حاجه اسمها نيو مان بروجيكشن، حاجه اسمها الاكليتسيت، حاجه اسمها الاستاكرد، حاجات اشكال كتيرة جدا لحاجه واحده. حاجه ايه؟ حاجه واحده. علشان كده كل ريسبتور حسب شكل الريسبتور يوم مغير في شكله. انت راجل عابد وطاقي اشتغل لك عابد وطاقي. راجل لا مؤاخذه اشتغل معاك لا مؤاخذه. ماشي نص نص نشتغل معاك نص نص. هو هي خلقته كده، خلقته كده. راجل موافق مع الناس الكويسه شغال، مع الناس الوحشه شغال، مع لا دول ولا دولت شغال كده عادي، شخصيته كده. فهذا الاسيتيل كولين نتيجه للفري روتيشن فبيتسبب، فشغال مع كل الناس، اشتغل على النيكوتينيك واشتغل على المصاريف. قلت لك احل دي ازاي؟ اخليه جامد، يعني اعمل له عمليه فريزنج، اعمل له تجميد. مش ما تحط الحاجه في الفريزر بتجمد ولا بتسيب؟ ها؟ بتجمد. بتجمد يعني دي فيها اعتراض؟ ما تحطش الميه في الفريزر بيحصل لها ايه؟ ها؟ بتجمد، انا بعمل لها فريز، انا عايزه يجمد، يجمد يعني ايه؟ لا اروح يمين ولا شمال، عدم طريق، يا اما اعمل له اخليها على هيئه اي كي، اعمل له بابل بوم، بخليه ريجنيفيكيشن جامد. ماشي يا شباب؟ او بعمل له عمليه سايكلايزيشن. الراجل اللي ما عملته فيه سايكلايزيشن يقدر يلف؟ ما لا ما اعرف انت قفلت عليه شغل اللف والدوران. ده بالراجل ده ما لا بيلف ولا بيدور. ده بالراجل ده لو جيت اقول لك قارنه بالاسيتايل كولين شبه بعض ولا مش شبه بعض؟
يعني بمعنى اخر لما اعمل دراج ريسبتور انتر اكشن شبهه دول شبه الاصيل كلين ولا مو شبه؟ هي يسوي شبه. الاخوه الاعداء الاخوه المواطنون شبه ولا مش شبه؟ هو انا قاعد اكلم ثلاثة اربعة لو قعدت بالمنظر ده هم اللي هينجحوا. والسنه دي مش هتتعب وتذاكر لا ناجح لا دور اول ولا دور تاني. من اولها كده عشان يبقى ايه العقد شريعه المتعاقدين. هتقول لي ريفيجن هقول لك ماكو. ماكو وطن؟ ماكو ريفيجن. ده شعار المرحله. ماكو وطن ماكو ريفيجن. الراجل ده شبه ولا مش شبه؟ كا في البايند دراج ريسبتور انتر اكشن شبهه. شبهه ليه يا سيدي؟ ده ملوش اي صله بده. هقول لك بس انت اللي عندك ايه؟ قصر نظر. الراجل ده لان عليها شحنه موجبه هتعمل لي ايونيك انتر اكشن. لان عليها شحنه موجبه هتعمل لي ايونيك انتر اكشن. تمام. انا قلت لك عندي هذه الاستر جروب بتعمل لي هيدروجين بومب. هذه الاكسجين عليها لون بير من الالكترون تعمل لي هيدروجين بومب. قلت لك لازم يكون عندي هنا الديستنس او اللينكر ما بين الكواترنري نيتروجين وهذا الاستر اثنين كربون. واحد اثنين اثنين كربون. والثالثه ديت الكربون دي كان لها بالظبط بتاعت مين؟ الكربونيل. يبقى ما فيش اي فرق. انا كل اللي عملته ايه؟ قمت جاي بس قافل الحته دي بس. سواء كانت في المسكرينك او في مين يا شباب او في الايه؟ او في النيكوتينين. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه لما هم دول بقى السلكتيفيتي بتاعتهم عاليه وقاعد واجع دماغتنا من الصبح وبتبقى لازم يكون مرسوم بيت ومرسوم ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. الناس دي ما بنستخدمهمش ليه؟ كسر نفسه. 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 إني أرى رؤوسا قد أينعت. إني أرى رؤوسا قد أينعت. وفي المرحلة الرابعة حان قطافها واني لخاطفها. مو يشتغل دكتور يعني على النيكوتينك والماسكارينك اثنيناتي يعني النيكوتين راح يشتغل عليهم اثنيناتي. احنا قلنا ده سلكتف عن الراجل ده لان حصل فيه ريجيديفيكيشن حصل سايكلايزيشن. طب لما هو مور سلكتف يا سيدي الناس ديت ما بتستخدمش ليه؟ النيكوتين حضرتك توكسيك. لا هو من الحقد الدم الكسر ماشي توكسيك توكسيك ماشي ليه؟ انت لو مش عارف تشرب ميه زياده عن اللزوم هتبقى توكسيك برضه على فكره. ليه برضه؟ وهذا اللي بلا اعصاب راح يشتغل على الريسبتورات اثنيناتهم دكتور. النيكوتينك راح يشتغل على النيكوتينك ريسبتور والثاني همات بس هو راح يكون سلكتيف للنيكوتينك يعني فعال وياه اكثر. يا شباب السؤال اللي بيطرح نفسه احنا قلنا الراجل ده الاصلين كولين ده الاصلين كولين ده اضعف جزء في اللي بيتكسر بالكولين ستريس انزيم اللي هو ايه؟ ذرة الكربون على الكربون اضعف مكان فيه يا شباب ذرة كربون مع الكربونايل اي حد يقول لي يا شباب من الناس اللي هي في المنطقة الوسط او المنطقة المندهية الصلاحية طلع جزء في الراجل ده. احنا الراجل ده قاعدين نقول بيتكسر بالبولين وبيتكسر بالماء وبيتكسر بالميز ومش عارف ايه وبتاع. ده ليه بيتكسر ده؟ عشان في ايه ده؟ عشان في ايه يا شباب؟ ده في ايه ده؟ اضعف مكان هنا في الراجل ده بيخليه يكسر مين؟ هو مين سبب تكسير الاصلي البولين ده؟ انهي جزء فيه؟ هل الميزايل؟ هل الاستر جروب؟ هل الايسايل بريدج؟ هل الكواترنري نيتروجين؟ ها؟ الاستر ذرة ده هو حتى الانزيم اللي بيكسره اسمه كولين استريس يعني بكسر الاستر جروب. وقلنا المحاضره فاتت الكولين استريس ولسه قايل من شويه كسره واديني كولين واديني اسيتيك اسيد. الراجل ده في استر شايف استر سيادتك في هنا سيده بالبند او ماكو. السؤال اللي بيطرح نفسه
زي ما الناس قالت ان الناس دي توكسيك عشان كده ما بتستخدمش. معناها لا سيلكتيفيتي، التوكسيسيتي بتاعتها جايه منين؟ ما بتتكسر. مين اللي كان بيكسر اللي بيتكسر؟ مين اللي كان بيكسر الاسلايم؟ كولين كولين ستريس. يبقى الناس ديت ما تقدر ترتبط على الانسان. في حد هيقدر يكسر؟ لا، حد هيقدر يكسر؟ ما حدش هيقدر يكسرها. يبقى معناها ايه؟ الديوريشن اوف اكشن بتاعها هيبقى صغير ولا كتير؟ لونج ديوريشن. مصيبه سوق. يعني انت لو بتاخد اسيتيل كولين وماكو كولين ستريز موجود على الانزيم على الريسبتور تبقى مصيبه سوق. زي ما قلت لك المحاضره اللي فاتت، هو ايه سبب الوفاه؟ سبب الدس مين الاورجان وفوسفورس كومباوند. لما سيادتك تاخد تروح الغيط كده ان شاء الله، تخرج من التعليم وتروح الحقل ترش المبيدات الزراعيه، او ربنا يكرمك تشتري طياره ومش عاجبك الجامعه الاسلاميه وتجيب اورجانو فوسفورس كومباوند او السارين جاز، الحاجات دي كلها عباره عن اورجانو فوسفورس كومباوند يا اخي اسلام، وترشها عليه راح تمنع الكولينستيرينز، تزود الاسترين. سيادتك هتعمل ايه؟ هتموتنا كلنا في الحي الاسكان وحي العداله وحي الامير، كل اللي هيشم بقى هذه الغازات نتيجه لايه؟ نتيجه للكولينستيرينز انزايم. ماشي يا شباب، عملت له عمليه انهبيشن. لما عملت له عمليه انهبيشن هذا الاسيتيل كولين بقى ماسك على الريسبتور وقاعد شغال بمزاج، مفيش حاجه بتكسره. لما مفيش حاجه بتكسره زي ما خدته في الفارماكولوجي اللي سقطته فيه في الهارت ده، في ام 2 ريسبتور بيعمل ايه؟ انهبيتوري اكشن، بيعمل برادي كارديا، بيروح على البلاد فيزل يعمل فيها فازو دايليتيشن، بيروح على اللانج يعمل برونكو كونستريكشن، يعمل لك برونكو سباز، الاير واي بتاعتك بتتقفل، يحصل لك اسفيكسيا وتصفر وتموت يا حرام. ونقرا عليك في الاخر ايه؟ نقرا عليك ايه؟ الفاتحه وسوره كل اعوذ برب الفلق. ماشي يا شباب؟ ادى الى الوفاه. يبقى الراجل ده هيرتبط بالريسبتور يا اخ محمد. مفيش حاجه هتكسره. لان ماكو استر. ماكو ايه؟ استر. يعني ربنا خلق لنا في النيورو ترانسميتر الاستر كولين الاستر جروب اللي بيقول لك ضعيفه وهشه وسهله الكسر رحمه بنا ورافه بنا. لو مش موجوده ديت وبقت زي هذه الاوباش كان زماننا متنا، مع انها هايلي سيلكتيف. انا ايه اللي هاخده من السيلكتيفيتي بس في نفس الوقت هيبقى توكسيك وموت. ماشي يا شباب؟ علشان كده الناس ديت ما عادش بتستخدم. وبالتالي النيكوتين بيعمل اكتيفيشن من الاسم للنيكوتينيك ريسبتور، والماسكارين بيعمل اكتيفيشن لمين يا شباب؟ للماسكارين ايه؟ للماسكارين ريسبتور. نفس السلايد هي اللي قايل، هي اللي قايل كده. السي ان اس البريفرال نيرف سيستم سوماتيك واوتونوميك. السوماتيك على طول من البرين للسكريتال ماسل موجود فيها النيكوتينيك ريسبتور. عند هنا الاوتونوميك سواء سمباثيك او بارا سمباثيك. قلت لك الاوتونوميك جانجليا اللي هو الصل النفسي ده موجود فيه اسيتيل كولين فلين فيه نيكوتينيك ريسبتور. بعد كده في حاله السمباثيك بعد كده بيعمل اكتيفيشن للنور ادرينالين. الان ايه دي؟ نور ادرينالين. نور ادرينالين. طيب بعد كده عندي في البارا سمباثيك او عندي برضه في السمباثيك زي ما قلت لك عندي هنا النيكوتينيك ريسبتور في الادرينال المضله. بعد كده بتعمل السيميوليشن لخروج مين؟ الادرينالين. باراسمباثيك كله اسيتايل كولين سواء كان عندي في الاوتونوم الجانجليا اللي هي النيكوتينيك ريسبتور او على ايه؟ على البوست سيناتيك اللي هي الماسكارينيك ايه؟ الماسكارينيك ريسبتور. ماشي فيها ايه يا شباب؟ ماشي فيها النيورو ترانسميتر او النيورو سبستريت او النورمال ليجل اللي بيقول عليه اسيتايل كولين. وطبعا سكليتال ماسل يعني حاجه بولانتري، سيادتك بتمشي تروح بتيجي براحتك. اسيتايل كولين بيخلي سيادتك يحصل لك عمليه كونتراكشن للعضلات. انما السموث ماسل بيقول عليها انفولنتري، سيادتك الجي اي دي جنرال فيزر اليورينري بلادر البرين الهارت. انت ما انتش داري بهم. هل انت بتبقى داري بهم؟ هل حاسس بهم؟ انت اصلا مش داري بنفسك. انت اصلا ماشي على الارض ما انتش عارف انت ماشي فين. هل رايح على القاعه بي 1 ولا بي 2 ولا بي 3 او اي حاجه تقابلني وناس داخله فيها ادخلها. واخد بالك؟ فانت معذور. معذور والله. لما نيجي بقى نحضر هذا في المعمل زي ما الاخ اسلام ذكر قبل كده. الراجل اللي على الشمال ده
قلص الماء اللي محطوط فيها زيرو ده اسمه ايه؟ اوكزيران. اسمه ايه يا شباب؟ رجل في الارض ده اسمه ايه؟ اسمه اوكزيران، او بقول عليه ايه؟ مقصيد. يبقى قال اخ محمد حيدر صح، واللي قاله الاخ اسلام منديل صح، واللي مجموعه تطلع ورقه وتكتب الاتندنس. الاتندنس معناها غياب وحضور، عشان بس ملاك ما تقولش لنا والله لا يا جماعه انا غياب وحضور. ماشي. الراجل ده الزبار الزنطوط ده اسمه اكسيلين اوكسايد، او بيسمى ايه؟ بوكسايد او اوكسيلان، ثلاثه في اسم واحد. الراجل ده يتفاعل مع هذا الرجل المحترم ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ ان كابتل، ان كابتل اي 3 صح؟ صح يا شباب؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه في الكيمياء ده يا شباب؟ اسمه ايه؟ معلش والله بسالكم اسئله يعني هي صعبه. اسمه ايه البتاع ده؟ هقول يا شباب في امينز. اي امينز ربنا خلقها مشتقه من الامونيا. الامونيا طبعا اللي انتم ما تعرفوش ان هي عباره عن نيتروجين متصل بثلاثه هيدروجين. اسمعني انا كل اللي عملته هنا ان الثلاثه هيدروجين دول هستبدلهم بثلاثه ايه؟ ام اي دي، يعني مجموعه ايه؟ ميثايل. يبقى شرطه. الشرطه دي معناها ميثايل. يبقى ده اسمه ايه؟ تراي ميثيل انين. قلنا الانين ده لما كنا في المرحله الثانيه ايام التعليم الالكتروني، ماشي يا شباب؟ في الكورس الاول في المرحله الثانيه قلت الراجل ده له خصائص، ان الراجل ده بيشتغل از الامينز عموما، نيكروفايل واز ايه؟ واز بيس. كلمه نيكروفايل ده نتيجه لوجود مين؟ كل دول نتيجه لمين؟ لوجود اللمبر. وان شئت اقول عليهم نقطتين حسب امكانياتك، انشار دي الكترون بير، ابقى اقول عليهم الايه؟ اللون بير اوف الكترونز، اللي هم اللي انت شايفهم دول. دولت اللي بيخلوه بيزك وبيخلوه ايه؟ نيكروفايل. نيكروفايل يعني ايه؟ يعني يروح يهاجم كربون عليها شحنه ايه؟ موجبه. طيب فين الكربون اللي عليها شحنه موجبه؟ لو بيز يبقى الراجل ده هيجي يرتبط لي مع مين؟ الراجل ده بيز، يبقى الراجل ده هيرتبط لي مثلا مع حاجه ايه؟ فيها اتش جروب. فالراجل ده هيتفاعل مع مين؟ مع الاوكسيلان. الاوكسيلان ده عند الاكسجين مين اللي مور الكترونيجاتيف؟ يعني مين السلبيه الكهربائيه بتاعته عاليه؟ مين اللي بيسحب الالكترونات يمه؟ الاكسجين ولا الكربون؟ هقول دي كربون رقم واحد وكربون رقم اثنين. الاكسجين اللي بيسحب هيسحب كده ناحيته، الالكترونات الرابطه دي مزحزحه ناحيه الاكسجين، يبقى الراجل ده عليه بارشال بوزيتيف شارج، والراجل ده عليه بارشال ايه؟ نيجاتيف شارج. هل الكلام ده ينطبق على الكربون رقم اثنين ولا لا ينطبق؟ ها؟ إيه؟ برافو عليك، لا ينطبق. لا ينطبق ليه؟ ما هي دي كربونه ودي كربونه يا ماما. ايه الفرق بينهم؟ يعني انا لو قلت هيهاجم دي، ايه الفرق؟ ما هي دي زي دي. احمد زي الحاج احمد. عبد الغني بدشداشه زي عبد الغني من غير دشداشه. هي واحد. يبقى الراجل ده احنا اتفقنا ان الجن دي عليها ايه؟ تهاجم مين؟ عليها برشا بص في الشرق. لما هاجمت هذه الكربون، الكربون دي يا شباب مبدئيا كده حواليها كم اسره؟ الكربون دي اللي صابع على حواليها كم اسره؟ لا والله العظيم أربعة اثنين وثلاثة وأربعة. أربعة. حد يزود عشان ننهي المزاد. عايزين ننهي المزاد. حوالها أربعة يا ماما. يا ماما دي متصلة باثنين هيدروجين ودي متصلة باثنين هيدروجين، ما بيتكتبوش. لا يكتبوا. لأن أنتوا عيب نكتب لكم الهيدروجين اللي متصلة بها. يبقى دول أربعة، دي لما تيجي تعمل عليها نيكروفيليك أتاك هيبقى الراجل ده عليه برشا بص، بتهاجم دي. يبقى معنى ذلك ان الاثر كده لما دي اتعملت هنا بوند مع هذه الكربون، الكربون دي بقى حواليها كم اثر؟ خمسه. ينفع؟ ما ينفعش. زي ما قلت قبل كده سابقها الا في حاله واحده بالذات تكون ايه؟ هندي. هندي.
فدي لما تعمل هنا نيكروفيليك اتاك هذه الاسرع هتتكسر وتروح كلها كومبليتلي على الاو ويبقى عليها كومبليتلي في شارب وديت هتمسك في الان يبقى الان دلوقتي ماسكه في مين كربون كربون او نيجاتيف شارب كربون كربون او نيجاتيف شارب الهيدروجين جت منين الراجل ده عباره عن اوكسيد عليه كومبليت نيجاتيف شارب هايلي بيس اي هيدروجين ماشي من ماي من هواء من اي حاجه هيروح يعمل عليه بروتونيشن ويتحول الى الاو اتش الراجل اللي قدامك ده اسمه مين الراجل ده الراجل ده كان بيطلع لنا لما بكسر الاسيتايل كولين يبقى الراجل ده اسمه مين كولين كولين هذا الكولين ده ينتمي الى عائله ايه ده الاو اتش دي عائله مين دي حوامض الكربوكسيليه عائله ايه الاو اتش دي عائله ايه يا شباب يعني لما تلاقي واحد في المجموعه دي بقول عليه ينطق يعني حطه تحت طايفه ايه كحول قال طايفه الكحولات الراجل ده كحول انا عايز اسيتايل كولين انا بحضر الاسيتايل كولين الاسيتايل كولين ده فيه ايه في استرز الاي سي دي اختصارها يا شباب سي اتش 3 سي او او وماسكه في الاو دي الاو دي اللي هي ام الاو اتش ده بالاسيتايل ده هتجي لي منين من اسيتايلنج ايجنت اللي هو مين الاسيتيك انهيدرايد فاكرين لما كنا بنحضر الاسيتانلايد وفي لك بنعمل افعال الانيلين مع الاسيتيك انهيدرايد سي اتش 3 سي او او سي دبل بوند او سي اتش 3 يبقى هنا الراجل ده الاسيتيك انهيدرايد اللي هو ده اي سي وكل 2 او معناها ديت اي سي كل 2 او وبعدين او اهي تبقى اختصارها كده اي سي كام واحده؟ اها جت له كام؟ 2 وعند مين؟ او عشان تعرف بس الكتابه دي جايه منين؟ الراجل ده هيشتغل از ايه الكتروفيل ولا نيكروفايل معاه الاو عليها لون بير من الالكترونات اللي عليه لون بير من الالكترونات هيشتغل ايه نيكروفايل يعني هيفعل مع نيكروفايل زيه مثلا فضى مثلا هو عايزين نضيع وقت هيتفاعل مع مين مع الكتروفايل ده بانهي سنتر بتاع الالكتروفيلست هنا انا حاجه هيهاجمها الكربون بتاعه الميثايل ولا الكربون بتاعه الكربونايل ولا الاكسجين ولا يهاجم مين ولا يهاجم نفسه برد كربون مع الكربون الكربون يهاجم مين لان دي اللي هو بتسحب يبقى ده على ايه سحب بوزيتيف يبقى ده الموجب وده السالب ده هيعمل الان الواحد يعمل اتاك على ده الجزء ده هيخرج جهاز اسيتيك وياخد هذه الهيدروجين ويتحول الى اسيتيك اسيد ويتكون عند مين يا شباب الاسيتايل كولين اسيتايل ايه كولين في مشكله احنا بنتكلم الكلام يا شباب يعني اسهل من السهوله الكلام ده كله شرحه المحاضره اللي فاتت وشرحه السنه اللي فاتت وشرحه في سنه ثانيه وشرحه في سنه ما فيش اي حاجه ما علينا يبقى احنا كده ايه قلنا الراجل ده قلت الراجل ده هو ما هو سيلكتف نتيجة الراجل ده ما هو سيلكتف ليه يا شباب؟ الاستايل كولين ليه بيشتغل على الانفينيك وعلى الروتيشن في روتيشن عشان في عندي ايه؟ روتيشن فليكسابيلتي في عندي روتيشن روتاتابل بوم سيجما بوم بيتحرك ما هوش ريجن ما هوش جامد يقول لك ده راجل جامد مقفول قوي مقفول ده يعني هو اسطمبه واحده انما بقول لك ما شاء الله الاخ ده فليكسبل قوي ما شاء الله قاعد يتنطط فليكسبل قاعد مع ده شغال مع اللي بيصلوا بيصلوا مع اللي بيرقصوا بيرقص شغال مع اللي بيفطروا بيفطر مع اللي بيتغدوا بيتغدى مع اللي بيتعشوا بيتعشى مع اللي بيناموا الناس نايمه بينام راجل ايه؟ راجل مرن راجل ايه؟ راجل مرن فنتيجه للمرونه بتاعته ترتبط مع العديد من الريسبتور انما الراجل الجامد ده هيرتبط مع ريسبتور كتيره؟ ابدا طب مع سيرته واحده بس ده ليه بقى الماسكارين والنيكوتين توكسيك مع انهم سيلكتف على عن الاسيتايل كولين ما يتكسرن فبيهم استر يبقى الكولين ستريز اللي بيكسر الاستر يا اختي منار ماكو استر مش هيلاقي استر هيعمل فيهم حاجه هو ما بيضربش الا الناس اللي عليها استر يعني لو شافت محمد حيدر عليك استر جروب هيكسره مصطفى عليه استر جروب هيكسره ويحلقوا شعره الله يرحمك يا خزعان
والله يكون اللي زعلان عليه والله والله بجد. يلا نصيب هو ارزاق هي ارزاق اقول الشطاره مش شطاره على عمه. يلا كل واحد بياخد نصيبه وربنا يعوضه ان شاء الله. الساعه كام معاكم يا شباب؟ 10 وايه؟ وتلت بتزودوا يا ابني يا ابني لسه ما قلتش حاجه اصلا عشان بس انا بحبوك الوقت معاكم بيعدي الساعات بتعدي زي الثواني والله سبحان الله هو ودوس لايت يا حبيبي سبحان الله ودوس لايت سبحان الله. طيب يبقى انا دلوقتي كل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه يا شباب لما اقول لك الريسبتور والبرجر اللي بنشتغل عليها والفارماكولوجيكال افكت اللي بيعمله هنا والكلام ده وان الاسايكولين ده عباره عن ليد كومباوند خلاص الكلام ده انا بقول الكلام ده والفيدباك اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي لازمتها ايه وان الراجل ده بيتكسر بالاستريز والناس ديت ما بتتكسرش ولازم المركب يكون ريجيد علشان ما يكونش فيه الفري روتيشن ويكون نون سيلكتيف كل الكلام ده على مود ان انا لما اجي اصمم اعمل ديزاين لدراج اجنس او انتاجنس ابقى عارف كل الكرايتيريا اللي موجوده في الريسبتور اللي انا هشتغل عليها او النيورو ترانسميتر اللي انا هاخده ريفرنس ليا مش هو ده الليد كومباوند. يبقى انا لما اجي اعمل اجنس او انتاجنس بعمل بس موديفيكيشن بعمل ليد اوبتمايزيشن على مود ايه ان انا اعمل دراج عندي اصمم دراج سواء كان اجنس او ايه او انتاجنس من هذه الاشياء عشان يبقى عندي فيدباك عن كل السيستم اللي انا شغال عليه اللي انا عايز اصمم له دواء اعرف الصار الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب زي ما انتم عارفين المجموعه دي لازمتها ايه وعلى مود ايه واخد بالك وهل لو غيرت دي بكذا ايه اللي هيحصل غيرت دي بكذا ايه اللي هيحصل يبقى لازم اعرف المعلومات عن الحاجات دي كلها اعرف معلومات عن الحاجات دي كلها. وقلت قبل كده انا قلت لك عندي لما قلت الاسايكولين البايندنج سايت بتاعته ايه عندي ان كواترن عليها شحنه موجبه يبقى تعمل لي انايونيك انتر اكشن استر جروب عليها لومبير هتعمل لها هيدروجين بوند الميسايل اللي في الاول خالص هتعمل لها هيدروفوبيك انتر اكشن او فاندر فالز الثلاثه ميسايل اللي متصلين بالنيتروجين نفس الكلام هيدروفوبيك انتر اكشن وبقول عليه فاندر فالز انتر اكشن كل الكلام اللي احنا قاعدين نحرق فيه ده كله قلنا السنه اللي فاتت بالتفصيل الممل وجبنا في الامتحان وعملنا بكل حاجه يعني انا بقول لك في السنه اللي فاتت كان كل تركيزي على هذه العائله الاسايكولين والادرينالين والنور ادرينالين والحاجات اللي احنا هناخدها السنه دي بحيث ان احنا شرحنا السنه اللي فاتت بيخدم الموضوع ده يعني الناس اللي شاطره والله ما عايزانا اشرح حاجه عارفين كل حاجه لان كلامنا مشروح قبل كده. فما نيجي بالنسبه للصليب انا قلت لك عندي اللي قدامي ده رسمه مين يا شباب؟ استايكولين اسيتايكولين زي ما قلت لك الميسايل جروب ديت فاندر فالز الاكسجين اللومبر اللي موجود على الاكسجين سورس فور الهيدروجين بوندنج عندي هنا ده بقول عليه سيلين بريدج بقول عليه لينكر مباسك ما بين الكواترنا نيتروجين اند مين اند اوكسيد اوف الاستر جروب ماسكالي ما بين الحاجه اللي بتعمل لي انايونيك انتراكشن والحاجه اللي هتعمل لي هيدروجين بوندنج الراجل ده ان عليها كواترنا عليها بص في الشوت تعمل لي انايونيك انتراكشن الثلاثه من اسرائيل هيتصلوا بيعملوا لي فاندر فالز فانا دلوقتي يبقى انا عندي هنا كواترنا نيتروجين المجموعه دي كلها على بعضها سي اتش 3 سي او لوحدها اسمها اسيتايل لما زود عليها كمان اوكسجين يبقى اسمها اسيتيت او اسيتوكسي يبقى الاسيتوكسي دي ليه من سي اتش 3 سي او او طيب ده اسمها اسيتوكسي وده بيقول عليه كواترنري نيتروجين كواترنري نيتروجين يعني ايه زي ما انتم عارفين عندي برايمر امين سكندري امين تشال امين كواترنري نيتروجين او كواترنري امين اللي هو خلاص عليه شحنه موجبه فقط البيزك كاركتر وفقط النيوكليوفيليك كاركتر ما عليه يبقى ده لما اقول لك الدراج ريسبتور انتر اكشن الراجل ده انا قلت لك ان هو عندي اسر جروب بتتكسر لما اقول لك عايز نصمم دواء ونتلافى فيه العيوب اللي بتحصل ان في عندي فري روتيشن نحلها بايه؟ سايكلايزيشن حاجه زي النيكوتين او المسكرين بس لقناهم ايه؟ لقنا فيهم مشكله جامده بس هل دلوقتي لو انا عايز اعمل سايكلايزيشن انا بشرح لك مش عايزك تحفظ حاجه عايزك تفهم على الاقل حتى ما تقدر تبقى مستمتع باللي انت بتفهمه مش ماده انك انت بتحفظ ده بقى دلوقتي لو عايز اصمم دواء زي ده ويكون سبيسيفيك مثلا يعالج لي الزهايمر مثلا يشتغل في البرين يشتغل لي مثلا على الام 1 ولا الام 4 ولا الام 5 يبقى الراجل ده اعمل فيه ايه؟ انا عايز اعمل دلوقتي امنع الفري روتيشن يا اخي استنى اعمل فيه ايه؟ لما اسوي سايكل اعمل دبل بوند او اعمل ايه؟ او اعمل سايكلايزيشن احنا اتفقنا المحاضره اللي فاتت لو جيت اعمل دبل بوند
دبل بوند، يبقى معنى ذلك دبل بوند يعني سنجل بوند ديت اللي هي الـ اس بي 3 اللي هي الالكانات ان اكتيفيسر دكتور، هتتحول الى ايه؟ هتتحول الى الكين. قلت لك ديت تفكير تمام وصح ان اكتيف بس ما ينفعش ليه؟ طلع ان المركب اللي عندي ان اكتيف، ان اكتيف زي ما شرحت قبل كده نتيجه من البوند لينس اللي موجود عندي في الـ اس بي 3 هايبرادايزيشن اقل من الـ اس بي 2 بتاعه الالكين. البوند قال البوند لينس الطول ده قال، وبناء عليه الدشداشه قال، يعني الطول بتاع المركب ده قال، حصل له كونتراكشن ان كما شاء بناء عليه. طيب ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده يجي يرتبط لي مع البايندنج سايت اللي موجود عندي في الريسبتور، ما عادوش الاثنين وبال بعض، هيدروفوبيك انتر اكشن مع الميثيل ما عادش معاه، اخونا الكربونايل ما عادش الاورينتيشن بتاعه ما عادوش زي بعض. قلت لك بدا اصمم اجنس او انتاجنس لازم يكون عندي ريلاتيف ديستانس او ريلاتيف اورينتيشن، يعني ديستانس يعني في مسافه مع... ما انا بقول لك ده لينكر ولازم يكون اثنين كارب، ما ينفعش يبقى ثلاثه ولا ينفع يبقى واحد. ليه؟ لانك انت هتكبر او تصغر الانتر اكشن ما بين الفارماكوفور الجروب ديت على الريسبتور هيختلف، مش هيبقوا مظبطين على بعض. مش قلت لك مفتاح وقف؟ المفتاح هيجي كده شويه، القفل هيجي كده شويه، طب انا همسك فيه ازاي؟ يعني انا ده بيرتبط لي مع حاجه هنا. الراجل ده صغر بقى هنا، طب ده هترتبط مع دي ازاي؟ والكلام ده مشروح السنه اللي فاتت في الديزاين بتاع الاجنس والاندجنس بالظبط، حاجه اسمها ريلاتيف ديستانس لازم احافظ عليه. يبقى لما البوند لينس ديت هعملها ريزفكيشن بالدبل بوند هينكمش، مش هيبقى طالع عندي مع ان التفكير مظبوط. التفكير الاخر هو ايه؟ بايو ايزوسير استنتج واحده من الدوافع النيتروجين والاكسجين. طب خلينا بس كلامك عظيم وتمام، نخلص الاول بقى من الحاجه الثانيه. نعمل ايه؟ سايكلايزيشن. اجي اعمل هنا اهو ماشي يا شباب، وتربط على الان اللي موجود عندي دي، وطبعا عشان تبقى كواترنري يبقى لازم استبدل واحده من مين؟ من الثلاث. ركز معايا اخ محمد، الراجل ده هل ده بالمنظر ده هيبقى زيه زي المسكرين؟ لا. المسكرين كان مشكلته ايه؟ ان ما بيه ايه؟ ما بيه استر. ده ما بيه استر، بيه استر، فيه استر، يعني الكولين ستريس هيكسره، يعني ما فيش انكريز الديوريشن اوف اكشن ولا لونج ديوريشن اوف اكشن، يعني هيتكسر. وبناء عليه في دواء زي ده بالظبط لما نيجي ناخد الحاجات اللي بتعالج الزهايمر، هو الزهايمر سببه ايه؟ نقص بالاستر الكولين في البرين. سيادتك بتخش الامتحان، بنعمل لك ريفيجن ونقول لك على الاسئله واجابتها، ومع ذلك بتخش الامتحان وبتنصر. ايه السبب؟ مش عذرك، انت غلبان، انت مريض، انت ما عندكش اسبان كلين في دماغك، انت ما عندكش اسبان كلين في دماغك، فانت معذور. المفروض تعمل اعتراض وتقول لهم انا دماغي ما فيش فيها اسبان كلين عايزاني، هو ده السبب. هنصمم لك دواء زي ده، هو سايكلك هو زي المسخرين، بس بقى احسن منه في ايه؟ ان الراجل ده فيه قص. حافظت على مين؟ على الاستر جروب اللي موجوده عندي. حافظت على مين؟ على الاستر جروب اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. طب تمام، ايه بقى طيب التفكير الاخر؟ ده بقى انا بقول الراجل ده بيعمل فري روتيشن، والان دي بيبقى عليها شحنه موجبه، وتروح تهاجم لي هذا اللون بير اللي موجودين على الاكسجين. ممكن امنع الموضوع ده؟ خلي برانش يعني خلي حاجز. لا، ممكن اول تفكيري ان انا اعمل ايه؟ اغير مين؟ مجموعه الان دي اغيرها بايه؟ بس اذا راح اغيرها راح تقلل فعاليه مال الدواء دكتور. انا قلت الراجل ده زي ما شرحت المحاضره فاتت النهارده، ده اخت منار نتيجه ان انا في عندي روتيشن في البص في الشارج بتهاجم اللون بير وتعمل لي انتر اكشن، بقول عليه ايون دايبول انتر اكشن، ده سي اتش 3 سي دبل بوند او او، وعندي هنا سي اتش 2، وعندي هنا ان، وعندي هنا 3 ميثيل، وده عليه شحنه موجبه. شفت المنظر ده؟ بقول لاسقين في بعض، الراجل ده عليه شحنه موجبه وهنا لون بير، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انتر اكشن. الانتر اكشن ده ما بين الاوكسجين اللي عليه لون بير والان اللي عليها شحنه موجبه اسميه ايه؟ ايون دايبول. دايبول مش مع الرسم، هو الدراج مع نفسه. الدراج مع ايه؟ مع نفسه. ده ايون كومبليت بوصف اتشارج، هذا دايبول. ودايبول ان عندي لون بير من الايه؟
وان الاوب تسحب فعليها بارشل بوزيتيف تشارج نيجاتيف تشارج والكربون عليها بارشل بوزيتيف تشارج. طب دول بقى لما ارتبطوا مع بعض هذه الاوكسجين بتاعت الكربونيل جروب اصبح عليها شحنه ايه؟ الانتر اكشن ده نتج عن طريق ان اللون بيت ديت عملت اسرع مع هذه ان. يبقى مين اللي فقد الالكترونات؟ الاكسجين. الاكسجين عليه شحنه موجبه هيعوضها منين؟ يسحب هياخد الباي بوند اللي بينه وبين الكربون كده الكربون هيصبح عليها ايه؟ كومبليت بوزيتيف تشارج. لما اصبح عليها كومبليت بوزيتيف تشارج ما كنت عليها القانون ايه؟ بقت عرضه للمهام اللي رايح واللي جاي بيخبط فيها عليها كومبليت بص ناقصه اسرع ناقصه 2 الكترون يبقى الماي تتحل الكوليني بسرعه جدا. سيادتك لو بصيت لها بوعتلها جامد تتكسر هاي لي رات. يبقى كل ده سببه ايه؟ سبب هذا الفري روتيشن ده مبنعه ازاي؟ اغير هذه الان بهذا الكربون الحقير. يبقى الكربون الحقير ده عليه شحنه موجبه؟ لا لا ده بليه مفيش اكتيفيتي يا معود ماكو ايه؟ ماكو على يونت انتر اكشن ماكو شحنه موجبه يا عزيز. واهم في ما بين الانتر اكشن ما بين الدراج والريسبتور بتاعته هو الايونيك انتر اكشن اهم انتر اكشن فيه. فعلشان كده الكواترينري نيتروجين اسينشال فور الاكتيفيتي ما تديش ناحيتها باي طريقه. اسينشال فور الاكتيفيتي ضروريه مش موجوده البقاء لله في الاكتيفيتي بتاعه المركب اللي عندي. يبقى انا علشان ما يعملش ان الاي ما تهاجمش الاو يبقى انا اضحي من الاكتيفيتي ما ينفعش ما يصير. طيب الراجل اللي على اليمين ده الاكتيفيتي بتاعته قليله ليه؟ مع ان عندي نيتروجين مو كواترنري مش لسه قايل لك لازم تكون كواترنري اسينشال فور الاكتيفيتي. طيب ايه التفكير بقى الاخر علشان اخلي الراجل ده برضه نور ستيم للكولين ستريز والكلام ده وازود الدوريشن اوف اكشن بتاعه ممكن اعمل ايه تاني؟ دكتور هو هذا بس راح ابدل السي اتش 2 راح اخلي مثلا النيتروجين راح تعوض هذا الفقد هذا الـ هذا الستركتشر يا شباب ان ده عباره عن استرعاد. المشكله عشان الراجل ده يقاوم الهيدروليز شحنه موجبه المشكله ان ديت عليها شحنه موجبه بتسحب فده بتتكسر بسرعه الكولين ستريز والماء يكونوا بيهاجمها اي نيكروفايل ربنا خلقه بيهاجم هذه الكربون. حلها ايه؟ خلي شحنه تعوض خلي ذره تعوض نيتروجين اغير هذه الميصايل بامل الجروب. لما غيرها بامل الجروب راح تعوض الان راح تعوض الفقد الكربون اللي هنا ديت هيبقى عليها شحنه موجبه عاليه. انا غرضي ما يبقاش عليها شحنه موجبه عاليه. لما يبقى عليها شحنه موجبه عاليه يبقى السالب هيجي يكسرها. لما اقول لك الان عليها لون بير اللون بير دول هيفضلوا واقفين؟ لا لو فضلوا واقفين يبقى ما عملتش حاجه. يعني لو دي ميسايل خلتها اسرائيل خلتها موبايل ولا عملت حاجه يبقى تضيع وقت وفلوس في الفاضي. انما لما دي احولها الى ان اتش 2 والان عليها لون بير اللون بير دول بيعملوا ايه؟ يحصل لهم اوفرلابنج هينزلوا يعملوا لنا دبل بوند يبقى الباي بوند دي هتطلع على الاو يبقى عليها شحنه سالبه. اهم شيء عندي ايه؟ الكربون دي بقى اصبح حواليها كم اسرع؟ اربعه. حواليها كم يا شباب؟ اربعه. حواليها كم يا شباب؟ حواليها كام؟ حواليها كام؟ انا بكلم الناس دول فقط لان الناس دول من اهل اليمين. الكربون ديت لما اللون بير دول اتحصل لهم اوفرلابنج هنا جوه موجودين والباي بوند طلعت على لو الكربون دي اصبح حواليها كام اسرع؟ اربعه. هل هي كده في احتياج او ناقص منها الكترونات؟ ماكو. يعني بقت مور ستيبل. يعني كلين ستريز ان هي يكسرها هيكسرها بصعوبه هياخد وقت. كلمة ياخد وقت دي يعني انا زودت ايه؟ الديوريشن مال لما يبقى عندي ان اتش 2 متصله بسي دبل بوند او او الحته دي على بعضها كده يعني مكان الميسايل ديت بقت ان اتش 2 الكلام ده بقى اسمه ايه بقى الحته ديت؟ المولتي ديت اسمها ايه؟ اسمها كربامين او يوريسان. اكتب ورايا الكلام ده هسألك فيه وماكو وطن ماكو ريفيجن من اولها واقولها
ماشي يا شباب؟ زي ما بعد كده هيطلع لك اخونا الكربابور. ده تفكير اخر. ايه التفكير اللي قبل كده برضو اللي انتوا قلتوا عليه؟ انا عشان اعمل ايه؟ خلي بريدج، خلي حاجز، اسوي شيلد، اسوي حاجز، وجعل بين البحرين حاجزا. الحاجز ده احطه فين؟ الناس الراجل ده موجب، والراجل ده عليه نمبر من الالكترون سالب. موجب سالب بيحبوا بعض، فرقهم، افرقهم عن بعض بايه؟ خلي حاجز. احط مين؟ احط عزول، احط حاجز. لو على الالفا لو على البيتا؟ لا، الافضل على الالفا، على البيتا. ده لما احط هذا الحاجز للمسكارا الراجل ده احنا قلت بيعمل ايه؟ فليكسبل، يقعد يتقلب يمين وشمال. طب الراجل ده ما يجي يتقلب وليه هذا الحاجز، هذا العزول، هيعمل ايه؟ مش هيعرف يوصل لمين؟ للاكسجين اللي عليها لون بيه. انا عايز امنعه من وصول الاكسجين على مود ايه؟ على مود ايه؟ مش مرهن لا في النيتروجين كواترنو ولا في الاكسجين. مش مرهن فيهم. ها؟ مش الناس اللي بيحصل انتراكشن بينهم وبين بعض، ان انا عايز انهي الانتراكشن، لا، على مود مين؟ على مود ان هذه القاربون لا يكون عليها شحنه موجبه كامله. كل ما كان عليها شحنه موجبه كامله كل ما كانت بتتكسر بسرعه. فاحط ايه؟ ستيريك شيلدنج. ستيريك ايه؟ شيلدنج. زي مين؟ زي الميثاكولين. لما حطيت هنا امينو جروب اصبح كارباكول. طب ايه الحل الاخر؟ اعمل الاثنين مع بعض، شامبو وبلسم في نفس الوقت. احط حاجز واحط امينو جروب. لما احط حاجز ده بقى اسمها ستيريك شيلدنج. لما حطيت امينو جروب اسمها ايه؟ الكترونيك افكت او الكترونيك شيلدنج. هنا لما حطيت امينو جروب هو مين اللي كان بيتحرك؟ الالكترون. لما حطيت الميثايل، الميثايل جروب بالكي كبير تمنع الاثنين يتقابلوا. ماشي يا شباب؟ لما احط بقى هنا امينو جروب واحط هنا ستريك شيلدنج الميثايل يطلع لي حاجه اسمها البيسانيكول. البيسا ايه؟ البيسانيكول. الساعه كام يا شباب؟ خلاص نكمل ان شاء الله بعد الشغل.